لكن قدام اصحابه الكلام ده بيبقى مش مظبوط خالص. وانا يعني وشويه وهبدا ان انا استرسل في الحديث واتكلم معاكم على الموضوع ده باستفاضه. طيب ازاي اتعامل مع ادمغه المراهقين؟ مخ المراهق ده بيبقى حاجه كده ليه سيكولوجيه معينه، ازاي اقدر اتعامل معاه؟ انا عندي ثلاث عناصر مهمه قوي ان انا اربي بيها اي مراهق عندي في البيت. عندي الحب والتنظيم والصبر. شفنا على السوشيال ميديا كله طالع يتكلم عن لعبة الحوت الازرق وبيقولوا احنا هنقول لكم الاوامر الخمسين اللي هي بتتقال، بس محدش يعني بصراحة يعني شفت ان حد عالج الموضوع من جذوره او اتكلم عن الموضوع ان هو فعلا حاجة مهمة يعني ما تتسابش وتمر كده مرور الكرام. يعني النهاردة بدل ما انا هقول لكم زي ما بيتقال على السوشيال ميديا الخمسين امر من اللعبة، لا انا هقول لكم اوامر انتوا المفروض تعملوها مع اولادكم والمفروض اولادكم يتعاملوا بيها معاكم. اول حاجه بتكلم فيها ان احنا زياده المديح والعاطفه على اولادكم هذا ليس له اي تاثيرات سلبيه بدون ما ان تعرضوهم للاحراج امام اصدقائهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتوا تزودوا المدح والعاطفه على اولادكم وتعاملوهم معامله فيها كده حب وود بس من غير ما تعرضوهم للاحراج قدام اصحابهم. في بعض الابهات والامهات يجوا كده قدام ابنهم او بنتهم وهو موجود مع اصدقائه ويبدا بقى ينادي عليه باسامي الدلع الغريبه اللي هي منتشره حاليا في الاسر المصريه اللي هي المفروض ان هي يعني نبطل شويه منها ونحسس ان الولد هو ولد والبنت هي بنت. ما تتراجعوش لمجرد ان ابنكم اصبح اكبر سنا، يعني خليكم جزء من نشاطاته وتعرفوا على اصدقائه. برضو بحب اوضح ان انتوا مش تتراجعوا عن معاملتكم عشان خلاص هو كبر وبقى سنه كبير، المفروض ان احنا هنعامله كبني ادم كبير. جالنا طفل تاني في العيله، لا هنبدا نهتم بيه ونسيب ده، الكلام ده غلط جدا وهو ده اللي بيعرضنا للمشاكل دي كلها. لازم نبقى يعني نشوف النشاط اللي هو بيحبه سواء نشاط رياضي او اي نوع من النشاط ولادنا بيحبوه وبيحبوا ان هم يمارسوه ونبدا نشترك معاهم. حتى لو بيلعبوا كوره يجي الاب وياخدهم نادي ويلعب معاهم، الام مثلا لو البنت بتحب ان هي تعمل بازل او اي لعبه كده ظريفه تشترك معاها، بتحب تتفرج على مسلسل تقعد تقول لها بتشوفي ايه بتتفرجي على ايه كده، يبقى في ود وفي روح يعني الاسره المصريه وروح العاطفه.